بسم الله والحمد لله والله أكبر كبير وسبحانه بكرة وأصيلا. هو الذي أنزل كما أنزل القرآن إلى ريبري لكورو ونيك ليبر الله هيك يعني كتاب إلهي كما أنزل القرآن وأنزل من قبل التوراة والزبور والإنجيل والغسبل. ربي قال أنزل من السماء، هو الذي أنزل من السماء إلى في تومبي إلى في ديسمبر أبرتي للسيال توبري دلاتير دلو يقول بأي أخرى فليكون جعل كل أي لا يكون إلا بسبب وجود الماء فيه. يقول الذي أنزل من السماء ماء لكم أي رحمة بكم منه شراب أي بوسون إضافة فار إناد إنجروف أد فرسيسيد ونبي شراب منه شجر منه ومن ما ذكر من شجر أي جيء من الماء لأنه جعل من الماء كل شيء حي فيه تبسمون. اسمعنا الماء ذاك والشجر ذاك وما شبه الشجر من الخضر هي النباتات التي تغطي بعض مساحة في الأرض هي مراعي لدوابكم. هل أنتم عائدون بشكر الله على هذه العطية اللي هي التي تمثل في نزول الماء وتتخذونه في أكواب تتخذونه في آبات تتخذونه في أي وعاء كان ومع ذلك أنعامكم ما تزم تبقى في ملككم تمتلئون بها وبأدبانها وبلحومها واللحم كل جماعة عند فن كيف اشتطيع هذه تقليه وهذه قرب النار لمدة معينة حتى تنبعث من روائحك شهية ومنظر متعة للإنسان متعة بصرية ومع بعض المتعة البصرية متعة خيالية متعة لها علاقة بذاكرة الإنسان ولكن يذكر كل شيء ويكفر الرحمن وينساه عمدا وهذا سيكلمه أي من آلام في الدنيا وفي أثناء المرحلة التي بين الدنيا والآخرة وبالآخرة يكون في سجن عظيم برحمته فيه والسلام على أهل الإسلام.